كابتن محمد عمر بيقول ان ما ينفعش الدم يكون مكانة الاتحاد. الاتحاد كل سنة بيقعد يقول نفس الكلام في الاشكاليه ان ما ينفعش ده يكون المكانه بالنسبه للاتحاد، ما ينفعش ده يكون المكانه بالنسبه للاتحاد، ودي حقيقه. ما ينفعش المكان ده يكون يليق بالاتحاد ان كل سنه يصايع على الهبوط. فبالتالي لازم الناس بقى تتعلم من التجربه، لازم الناس لازم الناس تبدا تشوف صحيح. تبدا تخطط بشكل جيد. الاتحاد لا ينقصه شيء، عنده جماهير، عنده الحاج محمد مصلحي برضه راجل بيصرف على النادي بشكل كويس. فبالتالي انا ابدا يعني الاتحاد طبعا يبدا يطمن على وجوده، لازم يبدا يحط بقى خطه ان الاتحاد يبدا موجود في مكان افضل من كده يليق بيه. يعني الاتحاد ايه اللي ينقص الاتحاد ان هو يكون في المربع الذهبي؟ صحيح، مفيش حاجه تنقصه. فبالتالي مش كل سنه يقعد الناس المسؤولين في الاتحاد يقولوا ان هذا المركز لا يليق بالاتحاد، هذا المكان لا تليق بالاتحاد. طب ما تسعى بقى الناس ان يبقى في مكان للاتحاد بشكل جيد، ان يبدا يجيب لعيبه كويسه، ان يبدا يستقر على جهاز فني بشكل جيد. وكلنا حابين طبعا ان الاتحاد يكون في مكان افضل من كده.